Donc, salam alaikum. Hi, everyone. Donc, حبيت ندير المواجهة. السنة الثالثة متوسط, ok? Bon, salam alaikum. Donc, حندير مواجهة للتلاميذ التالي تاع السنة الثالثة متوسط. كما تعرفوا عندنا حصة غدا الجمعة إن شاء الله, عندنا حصة على الساعة على الخمسة. يس تخوزيام مانيا. السلام عليكم سجود. هاي دونك عندنا حصة مع السنة الثالثة متوسط غدوة إن شاء الله على الخمسة. حبيت ندير تيك مقولو نقاط مهمة لسنة الثالثة متوسط. هاي رشيد هكذا باش لما نتلاقاو غدا إن شاء الله في الزوم اي تلميذ يقول لي ما فهمت هادي ولا هادي نعاودو نفهمو كيف كيف. النقاط راح نحيهم من الكتاب, اوكي, سو نحو كامل النقاط اللي مهمه اللي لازم نراجعوها للامتحان. ايضا لازم نحلو لي سوجي. دونك عندنا حصه غدا وعندنا حصه من بعد, اوكي. دونك النقاط اللي انا شديتها اللي كاينه بزاف التلميذ لازم يقراها ولازم يركز عليها في هذا الاختبار, اول شيء هي لا غرامير. اوكي سو لا غرامير is the most important واحد حاجه لازم التلميذ يتابعها. اوكي عندي نديرو سيكونس 1 ونديرو ايضا سيكونس 2. اوكي سو سيكونس 1 فيها اكثر شويه, سيكونس 2 ما فيهاش بزاف. سو نشوفو من الكتاب واش كاين في الغرامير باش نعرفو واش حنديرو حنايا نغطيو غدا. غدا ان شاء الله نتلاقاو نحلو ان سوجي مي او ميم طون نحلو نديرو مراجعه على كلش. اوكي سو اول شيء في السيكونس 1 هي على كان. اوكي سو عندي كان, عندي كان pronunciation, نديها كان weak form, اوكي and strong form. فوالا لازم هذه التلميذ يعرفها. السؤال تاعها راح يكون مثال يقول لك اعطيني كان اسكو هي عباره على weak form ولا strong form. هادو هما السامبلز, عندي k e n ولا k a i e n ولا عندي k i two point n t. هادو هما السامبل, تري سامبلز لازم نعرفو كيفاش نديروهم, مهمين بزاف. يقول لك مثال سؤال راح يقول لك كاين جمل حطي لي كان, هادي كان اما هي اسكو هي ويك فورم ولا سترونغ فورم. ايضا درناها, اوكي سو عندنا لازم نعرفو كان ويك فورم اند سترونغ فورم. ايضا لازم نعرفو البرونسيشن تاع ايز, اوكي تاع ايز. هاي سهلة. So pronunciation تاع is, okay. So لازم نعرف pronunciation تاع is تاع letter s. اسكو كانت س, اسكو ز, اسكو is. هادي كامل قاوها في يعني في السنة الثانية متوسط, لكن حنراجعوها. كاين قاعدة عليها نعرفوها, درناها أيضا في الزوم. هادي القاعدة نسي نحفظوها, okay. أيضا هادي هي التمرين تاع can and can't. راح يجي سؤال يقول لك هكذا ديري اسكو هادي ويك فورم ولا هادي سترونغ فورم. نديو نغطيوها ايضا, اوكي سو عندي ايز اس, عندي ايز نعرفوها. عندي ايضا عندي هنا في الغرامير عندي ابيليتي. واش معناتها ابيليتي واش معناتها انابيليتي؟ اوكي نعرفو حنا اي ابيليتي هي عباره على الاوبوزيت تاع انابيليتي. اوكي سو ابيليتي هي عبارة عن opposite تاع inability تاع can and can't. هاي سهلة. واش هذا الإشعار يحقوني حتى في الآخر؟ لا هادو يبدينا اللايف سهلة سهلة, أوكي هادو يبدينا مزال. المهم هذا أنا حبيت ندير هذا باش تلاميذ يقعد لهم الفيديو يشوفوه من بعد, أوكي ولهذا حبيت نديرو باش تلاميذ يقعد لهم. أنا على بالي تلاميذ راهم يقراو الآن كاين اليوم يراجعو, ولهذا ما حبيت ندير واحدة شوية بك ماشي بزاف. اوكي ندير نقاط مهمة. سو عندي ability I can, yes I can, ولا نقولو no I can't, هذا هو ability. وعندي inability. الان ايضا واش نشوفو؟ ايضا نشوفو الابستخوف. اوكي وقتاش هذه مهمة, اوكي سو وقتاش نستعملو؟ انا نقول نستعمل نيجاتيف. اوكي sentence تلاميذ بزاف ما يعرفوش يقولوا I don't ولا I doesn't, هاي أنفعل.
سنقولوا I don't ولا I doesn't. التلاميذ بزاف ما يعرفوهاش، لازم نعرفوا نترانسفير نقولوا نيجاتيف سنتنس كيفاش تركب، معناتها بالافيرماتيف نرجعوها نيجاتيف. اوكي ايضا واش معناتها الاباستروف؟ مثال لما نقول لك داز نوت هي عبارة على doesn't. اوكي سوري doesn't يا ديو انتي. اوكي ولا مثال نقولوا can't ولا cannot. اوكي سو هذه هي. هاي نور. اذا عندي نيجاتيف قلنا. اوكي واش معناتها مع doesn't ولا does not؟ اوكي هذه اللي تنديها معاها. الان تلاميذي ايضا يقول لي ما نعرفش يس. السؤال في السيكونس 1 يقول لك عاده يقول لك واش اعطيني وضعيه ادماجيه استعملي فيها I am fond of ولا I am keen on ولا I am interested in. لازم نعرف واش معناتها هذه وشنو هما السينونيم تاعهم. اوكي وايضا وشنو هو النيجاتيف تاعهم. اوكي والسؤال لما يقول لك what are you interested in ما هو الجواب تاعهم. اوكي سو لازم نعرفوا fond of وشنو هو الاوبوزيت، يعني الاوبوزيت يعني هو نيجاتيف. اوكي دابا يقول لك اوبوزيت نيجاتيف. وايضا نعرفوا السينونيم لازم نعرفوهم، لان في السؤال ممكن يكون فوكابولير يقول لك ما هو السينونيم تاع fond of. على بالي كامل يعرفوه لكن مراجعة احسن. ايضا نتعرفوا على frequency adverbs. اوكي كاين قاعدة عليهم كيفاش يجو وقتاش يجو وما هو السؤال ديالهم. دائما وابدا السؤال راح يبدا how often. اوكي how often ديو دائما السؤال راح يجي كيما هكا. اوكي تاع frequency adverbs يقولك I always ولا I often ولا I never. اوكي سو دائما سو اكيد امال اكيد سو عندي ing وقتاش نستعملو ing نستعملو وقتاش نستعملوها. اوكي سو هنايا نستعملو ing very good يا لما يقولك ديرو verb plus ing وقتاش نستعملو ing. اوكي كتير مهمة تلاميذ بزاف يغلطو. اوكي ing وقتاش نستعملوها very good. اوكي سو نستعملو ده ايضا في الجرامر سو عندي وقتاش نستعملو ing وقتاش نستعملو verb after can كيفاش عامل. اوكي الverb after can دائما الناس يغلطوا لي. اوكي سو تعبير عن ما احب ولا احب اكيد سو تعبير سو سهله. غدوة عندنا حصه في الزوم اوكي على الخمسه ان شاء الله. اوكي حنديو ندير كل ما تلاميذ خصهم اذا كان تعبير ولا كان درس ولا. اوكي سو ممكن تلحقي بينا في الزوم ونديروه كيف كيف. تعبير نحبك انت ديريه لي انت وحنا نصحيوه نصحوه. اوكي هكا باش تعلمي، يعني انا لما نديره لك انا تلقاه واجد ما عندك حتى مصلحه. اوكي وانا نحب مدابية تعلمي انت. اوكي سهله بليز. غدوه ان شاء الله عندنا حصه على الخمسه ان شاء الله تاع العشيه دي معنا الزوم مدلك الرابط. ومن بعد حنايا نديرو تعبير كيف كيف، انت ديري تعبير وحنا نصحيوه معاك. اوكي وهكذا انت حتشفي عليه وحديه وحدك. اوكي سهله والله ما نحب ندير تعبير الناس باسكو نحب تلاميذي وما يديروه وحده، يعني يحاول فيه اولا. سو قلنا استعملوا فيه كومونسي ادفيربس وقتاش نستعملوهم وقت اللي نستعملوهم وكيفاش. اوكي ايضا ديسكرايب لما يقول لك وشنو هو يور بيرسوناليتي فيتشرز. اوكي كتير كتير مهمه سو بيرسوناليتي. اكيد نحط لك رابط تاع الزوم تلقاه في الصفحه تاعي تاع الفيسبوك او الصفحه تاع اليوتيوب اكيد تاع ثوازيام اني اكيد او محطوط. اوكي نحب تلاميذ يلحقوني في الزوم احسن. اوكي باش هكا نديرو مراجعه مليحه. مثال سهله عندها حبت التعبير تاع ما احب ولا احب، يعني what I like and what I don't like. نديروها كيف كيف. اوكي سهله نديروها عليك انتيا وديريه. سو نديرو personality features واش معناتها، معناتها الادجكتيفز نعرفوهم. اوكي نعرفو شنو هو السينونيم، نعرفو شنو هو الاوبوزيت. يس الرابط راح يكون في هذا الفيديو في صندوق الوصف راح نزيدو تاع ثوازيام اني. اوكي شكرا نور ثانك يو. سو دائما نقولو شاي وشنو هو الاوبوزيت تاعو وشنو السينونيم، وهادو كامل حنعرفهم واش معناتها. اوكي هادو جايين في الصفحه
الصفحات 23 وعلاش نعرفوهم؟ اولا لما يقول لك عرفي نفسك وحكي لي على your personality features راح نستعملوا هادو وكلك I am lazy ولا I am shy ولا I am smart okay. ايضا لما تستعملوا لما يكون في النص يقول لك اعطيني what is يعني في النص كاين بيرسوناج يقول لك what is her personality features ولا what is his personality features اي كلمه هنا نعرفوها حنجبدوها ولهذا لازم نعرفوها. سيقول لك سؤال يقول لك describe yourself ولا what type of person are you يعني انت كش عامل اوكي okay. عندي prefix دائما لما نزيدو prefix يولي عندنا opposite ايضا حنشوفهم كيف كيف يعني نعرفوا personality features نقولو adjective اوكي okay. yes. نعرفو كيف كيف اذا غادا حنغطيو هادو ايضا اوكي okay. كاين تلاميذ اللي يعرفوهم كاين ما يعرفوهمش. هذا عبارة على والو اوكي سو عبارة على موسيقى ولا يس تمرين على always and never كيفاش نستعملوهم نعرفوا بلي always هو الاوبوزيت تاع never اوكي لان never هو ابدا always هو دائما. عندي هنا يا سام يعني grammar tools هذه الصفحة درناها مع التلاميذ ايضا هي عبارة على personality features اوكي passion outgoing timid وشنو هو يعني الماتشي كل سينونيم تاعو وهادو كتير مهمين اوكي باش تعرفيهم لا يكفي انك تفهميهم اوكي لما تفهميهم راح تعرفيهم اكيد يس اكيد. هنا ايضا نسيو نحاولوا ندير التمرين ايضا عندي هنا كويشنير اوكي سو هنا هادو ايضا من نوع من ال يعني حيكونوا نوع من الادجكتيفز نستعملوهم اوكي مثلا نقول لك I am punctual woman ولا I am impatient woman okay. إذن sequence 1 هادو وش فيها حتى هاد الحال okay. So let's see sequence 2 وش فيها okay. Sequence 1 وش فيها sequence 1 وش حتجي الوضعية الوضعية اللي حتطيح فيها usually حتقول لك وصفي لي نفسك ولا حكي لي على نفسك ولا عائلة تاعك ولا باستعمال what you can do what you can't do what you like to do and what you don't like to do okay so نقول what like ولا what you don't like ايضا نديرو يقول لك احكي لي انسان انت واش من نوع انت الانسان اللي فيك اوكي سو هذا هو ايضا نحاولوا عندنا قبل الويكاند عندنا حصه كل يوم نحاولوا عندنا غدا الحصه وعندنا يوم السبت حصه نديرو مراجعه كيف كيف اوكي ويوم الاحد ايضا. الان عندنا sequence 2 sequence 2 تختلف على sequence 1 sequence 2 هي عبارة على me and my lifestyle sequence 2 هي كامل تحكي على الباسي والحاضر يعني مقارنة بين الباست and the present هي أيضا كتير مليحة نحب نقرأ كتابة تاعها لأنها يعني لما تحكي الناس بكية وكيفاش كانوا خاصة في الجزائر والآن كيفاش راهم ولهذا نحبها okay. اللي تهمني وهي عبارة على وش فيها as كما نقولوا الغرامير اوكي سو الغرامير واش فيها نشفوا اول شيء نقول التلاميذ يشفوا على هاد الالعاب اوكي واش معناتها لانها كثير مهمه للتلاميذ باش يعني يستعملوها ممكن تكون في اختبار حتكون ان سوجي حلوه اوكي ايضا هادو واش معناتها اوكي عندنا الشاس عندنا مونوبولي عندنا دوت تشيكرز اوكي مثل داما اوكي وعندي تشاس هنايا وعندي سكابل هنايا أظن مونوبولي واحد فيهم لا أظن هذا ويجوا هذا دونك أوكي عندي وش عندي next أوكي سو نشوفوا الغرامر وش في الغرامر سو أولا عندي pronunciation نفس الشيء وش عندي هنا pronunciation S عندي pronunciation تاع U أوكي نديها U هنا باش نديرها كيف كيف U عندي هذا الزوج عندي واحد فول واحد فول اوكي واحد طويل واحد قصير او واحد او فوالا فود اند فوت نشوفوا نعرفوها كيف كيف اوكي pronunciation ايضا تاع اي تاع او اند يو تاع ار اوكي لما يقول لك لما يكون ار سايلنت اوكي ايضا شفناها سو نديرو letter w and r silent w and r اوكي نشوفوا عليها لازم نعرفوا القاعدة عليها يعني ما كاش قاعدة 100% لكن لازم نشوفوها متى يكون letter R and W silent اوكي عندي pronunciation ايضا عندي letter T and W هنا قلنا T سوري ماشي I T
تي ان دبليو خاصها تكون تي خاصها تكون ا دبليو، لكن قاعده ماشي على الجامع، يعني الانجليزيه ماشي قاعده 100%. اوكي واش عندي ايضا لاتر تي لاتر. اوكي عندي غرامير، الغرامير واش عندي؟ فيري جود. عندي الباس سيمبل. اوكي باس سيمبل تلاميذ اللي غلطوا بزاف فيه باس سيمبل تنس. اوكي لازم نعرفوا كيفاش نعرفوا، نعرفوا لي فيرب irregular verb ونعرفو regular verb ونعرفو أيضا لما يقول لك باش نديروها في النيجاتيف. أوكي في النيجاتيف وفي الانتيروغاتيف. سو عندي past simple tense لازم نعرفو في النيجاتيف والانتيروغاتيف. مثال لما نقول لك جملة هنايا مثال يقول لك الانتيروغاتيف did you have fun grammar، اسكو تمت يعني كان عندك اسكو كان عندك وقت مليح grammar. دائما استعملوا did you have fun grammar. The answer will be yes I did ولا no I didn't ولا I did not. okay دائما السؤال لو بديد الجواب راح يكون yes I did ولا no I didn't. مثال هنا ايش قال لك did in short answer، نستعملوا دائما لما يكون عندي did نقولوا yes I did in short answer، ولا حبيت ندير long answer نقول yes I had. the verb have يولي في past simple. هنا قال لك الverb plus ed أو irregular verb نعرفو بلي have الpast simple تاعو هو had. أوكي ولهذا نقولو بلي after did نعرفو واش معناتها after did الverb يتحط على infinitive دائما. أوكي فوالا ولا after does ولا after don't. أوكي نفس الشيء هادي نشوفوها أيضا. أوكي لما يقول لك جملة تاع go okay السؤال how بيكون جملة فيها go كاش نجاوبو كاش نطرحو السؤال دايما نقولو جملة فيها I مثال واش نقولو زعما نقولو I live in London ولا I left. okay نقولو خليت جيكيتي I left London 10 years ago. okay لما نحبو السؤال تاعها واش نقولو how long السؤال يقعد هو. اوكي دائما يقعد هو ago did you live in London. سو هذا مثال. اوكي سو هذا مثال سو واش معناتها لما يقول لك السؤال فيه ago يقول الجمله فيها ago يقول لك السؤال how long يقول لك السؤال تاعها واش هو السؤال تاع الجمله. احنا دائما نعرفو نديرو how long ago هذه احفظوها. اوكي جمله فيها ago السؤال راح يكون how long ago. الآن قلت did you leave وعلاش did you leave؟ لأن عندي left. left هو الverb to leave in the past. قلت did you leave. okay هذه هي. so هذه نشوفوا عليها أيضا please. غدا نتلاقاو نديرو مراجعة عامة. okay نسي نحاول نجيب بكري في الزوم نتلاقاو بكري ونديروها. okay so لازم نعرفو كاع frequency adverbs أيضا نغطيوها. هاي فرح يس هنتلاقاو غدا ان شاء الله ندير وضعية اكيد يس I'm good how are you فرح. so frequency adverbs ايضا نعرفو made of and made in اش معنتها. اوكي كتير مهمين and made of. اوكي so نعرفو made in made of نعرفو لكن نزيد نعرفو احسن. اوكي so هذا واش فيها sequence 2. اوكي سيكونس تو غرامير غادا واش فيها فيها ايضا فيها used to نعرفو واش معنتها. اوكي في السؤال انتيروغاتيف. اوكي ونعرفو ايضا في النيجاتيف. اوكي لازم نعرفو ايضا. اوكي ان شاء الله غادا عندها شي شباب فرح اكيد. اوكي فرح اكيد سو غدوة حنديرو نشوفو هاد النقاط ولا كاين تلاميذ ما عندوش مشكل معاها. اوكي نديرو نقطة نقطة من بعد نحلو ان سوجي اكيد نحل ندير وضعية على مع سهلة على لا احب ولا احب فوالا. اوكي ياس ما كاش مشكل نور حنتلاقاو غدا في الزوم. اوكي حنا حبيت برك ندير هالنقاط هادوما باش التلاميذ يعرفوا واش لازم يراجعوا كاين اللي على بالهم واش يديروا كاين اللي ما على بالهمش. اوكي سو لهذا هادو هما النقاط اللي التلميذ لازم يراجعها بيان سيغ
لازم يعرف الفوكابولير تاعو، لازم يعرف لي فيرب ديالو، اوكي، باش التلميذ ما يغلطش، اوكي، ما يواسيش، ما يجيش واعي الاختبار، لان الاختبار حيكون نفسه كما الفرد، ماشي حاجه جديده. ممكن الاختبار اللي نحلو حنايا راح يطيح لكم في الفرد، اوكي، ممكن في الاختبار. يعني التلاميذ، عندي 4 تلاميذ جابوا 20/20 في الاختبار في الفرد، لانهم السجل اللي حليته انا معاهم حلوه، ولهذا طاح لهم. اوكي، سو ممكن يطيح لهم، ان شاء الله يطيح لكم لهم. سو هذا هو سيكونس 2. وايضا واش نديرو، ايضا نديرو ممكن بالسبت، اوكي، نديرو كيفاش نديرو وضعيه ادماجيه حول سيكونس 2 وسيكونس 1. السيكونس 1 راح تكون على ديسكرايب يور سيلف، سيكونس 2 راح تكون على لايف ان ذا باست اند بريزنت. ممكن نديرو الماكلان ديرو، اوكي، هذا واش يجينا في الوضعيه. يس، الوضعيه حتكون لايك ديسلايك، اوكي، ابيليتي ان ابيليتي، فوالا. ممكن يقول لك تعبير كبير، يقول لك مثال، يقول لك ديسكرايب يور سيلف، اوكي، كيفاش انت عامله، يعني وشنو هو يور بيرسوناليتي فيتشرز، اوكي، يعني وشنو هو الصفات تاعك. وات دو يو لايك، وات يو دونت لايك، ايضا واش ندير، وات يو كان دو، وات يو كانت دو، اوكي، هادو ممكن يديرو. نو، علاش مسكينه فرح، خليها. اوكي، سو هادو ما راح نديرهم كيف كيف. عندي حصه من بعد السنه الاولى متوسط على 5. ايضا عندي، باش ما ننساش، اوكي، نديرو التوقيت ها هنايا. عندي حصه السنه الاولى متوسط على 5، اوكي، وايضا عندي حصه مع سنه سو عندي السنه الاولى من بعد ان شاء الله على 5، عندي السنه الثانيه على 6، واول ثانوي راح يكون على 8 تاع الليل، اوكي. هذا هو التوقيت ان شاء الله نديروه من بعد. من بعد راح نديرو السنه الثالثه، نتلاقاو غدا ان شاء الله على 5 قلنا، اوكي، ولهذا نتلاقاو على 5، وتلاقاو ان شاء الله السبت، الجمعه والسبت. هيا الحمد لله، دات اشهار فاخر لك. سو سهلا، نتلاقاو غدا، اوكي، نتلاقاو غدا في الزوم، اوكي، نبعث لك الرابط، نحط الرابط تحت هذا الفيديو، تلقى الرابط، فوالا، تلقى الرابط، نتلاقاو، نديرو وضعيه كيف كيف، اوكي، سهله، والباقي ايضا. فرح بعث لي السوجي ايضا نحلوه كيف كيف، نحلو السوجي تاعك، نديرو مراجعه كامل. تلاميذ اللي عنده مشكل في اي مشكل يقول لي ما نعرفش ندير كان، ما نعرفش نعرب الفعل، ما نعرفش نغلط هكا وهكا، يقول لي، اوكي. سو غدا نسيو نفهمو كلش، عندنا حصه غدا وعندنا حصه يوم الجمعه، يوم السبت. التلاميذ اللي عندهم اختبار بالحد نركز معاهم، والتلاميذ اللي عندهم اختبار باثنين تلاقاو بالحد، اوكي، وهي هكذا، اوكي، التلاميذ توعي ان شاء الله. ايضا راح تكون ثانيه متوسط غدا على العرب، عندي مراجعه معاهم ايضا، وسنه رابعه ايضا ان شاء الله، اوكي، اوكي، سجود. تلاقاو، اذا تلاقاو غدا سنه ثالثه، السنه الاولى نتلاقاو من بعد ان شاء الله، والثانيه ايضا. تهلاو في روحكم، بصحتكم القهوه، نور بصحتك القهوه، وتشارك، اوكي. السلام عليكم، باي فرح، باي سهلة. شكرا فارن. باي، السلام عليكم. نو، وين هي، وين انفال، انفال ما كاش اليوم انفال. جود باي سجود، يا سبعتي اكيد. سو فرنسيه اكيد، سو واش نديرو، نهار الجمعه، نهار السبت نديرو انجليزيه ونديرو فرنسيه بالجمعه، اوكي، نحاولو نديرو ساعتين ممكن، اوكي، والله ما على بالي، نشوف، اوكي. سو حبيت ندير معكم فرنسيه، سو نديرو فرنسيه ايضا. اوكي، ما جاتش انفال، يا داري ناي انفال. اوكي، نور، السلام عليكم، هاي وفاء.
عليكم السلام. دونك يس دونك ما كنا نتلاقاو غدا ان شاء الله، نسيو نديرو حلو اسئله تاع اختبار ونديرو مراجعه كامل. اوكي التلاميذ اللي يقول لي ما عندي حاجه ما على باليش كيفاش ندير الاعراب كيفاش، نسيو نحاولوا نجيبوا نقاط مليحه في الانجليزيه هكذا، ميم كيما في الرياضيات ولا حتكون يعني مليح. وبليز ما تقلقوش، اوكي ما تقلقوا ما والو، اختبار حيكون ساهل 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 بزاف بزاف بالنسبه للانجليزيه والفرنسيه، لانكم ممتازين في الانجليزيه اوكي وممتازين في الفرنسيه. تهلا في روحكم اوكي، نتلاقاو غدا النور النور، ما تنسيش المقاط. وفرح ما تنسيش البغيق قلت لي نجيب لك. لا لا. السلام عليكم، تهلا في روحكم، على خير، نتلاقاو غدا ان شاء الله، باي.